السابعة عندنا احنا دارك هي منوي عندكم انتم، بالتالي لا تميت قاعد نشرب اتاي هنا خلاص هي العاد السابعة قاعد دقيقتين ولا ثلاث، عرفت ان كان له كانت قاعدة هي وقت الوقت كان. مرحبا وسهلا بكم كاملين كلكم باسمو وبوسمو وبتيكي تهلو محملهم وبدارهم وتحويشتهم وبقليقهم وبحاضرتهم. ذا اللي يخلي قبيل ما أنا لهي سبقوه به اللي ما كانت قاع لهمية. أول شي لهي سبقوه كالعادة هو الشباب الحقيقي، الشباب المناضلين الحقيقيين، الشباب اللي باقي في هذا الواقع ومجهول في السجون راكات إياه في كل بلدان موريتانيا. وبالمناسبة خالد قاسم الشباب محبوس نحن ما نعرفوه ولا فات قاعد حقتنا أخبار للأمانة. محمد هو العبيد الله في نواديبو، وعندنا شباب ركيز في القوارب، وعندنا شباب في قجوجت، وعندنا شباب في كيفه وفي الطينطان وفي العيون وفي كل بليده وفي الزويرات. وهذا اللي تكلموا عنه ذلك لان ذول اللي اخبارهم وصلتنا لي اخبار تعود لهم واضحه. هم السجون ملانه من الشباب في جميع انحاء موريتانيا. موريتانيا قاع من راسها سجن كبير، الشعب الموريتاني مسجون، هو عباره عن شمل المساجين مديول في سجن كبير مترامي الأطراف، وحاكم تحويكيمة من أريخ الحكومات في العالم، وحاكمه رئيس الكسلان، رئيس يقد يعدلوا عليه تجارب كيف يجي تعدل على الخفافيش والطيور وذاك النوع اللي يرقد 18 ساعة و 20 ساعة. المهم تحية كبيرة لهذا الشباب، وهذا ما اللي وضح خزوا نظام الفضائح وخزوا قصر البول وخزوا كباين قصر البول اللي ينقال لهم المحاكم في الولايات. عنهم الشباب يقبضوه ويحبسوه بدون تهمة ولا يقدموه للمحاكمة. انتم محمد هول عبيد الله وشباب ركيز والشباب الاخرين احنا معرفتنا وصلتنا اخبارهم، انتم قاعد عدلوا لهم محاكمات شكلية، حفظوا بها قاعد انتم ما وجوهكم، عدلوا لهم محاكمات شكلية وحكموا عليهم وجهوا لهم تهم، وتعودوا بعد على الاقل حابسينهم بتهم ملفقينهم لهم في كباين اللي تابع القصر الفضائي. يا غير اللي انا قال شنق بل ينحبس ويعود هذا راك عاد يعود له قريب من 20 يوم. الشباب اللي في القوارب هم اللي نفس الشيء، والشباب الاخرين في كل بلدان موريتاني اللي له شهرين واللي له ثلاثه، واحدين قاعد لهم سنين او دهور، واحدين قاعد فات فتره حبيسهم وخمروا، هم ما فيهم واحد وقف محكمه على الاقل تعدل محاكمه شكليه وتوجه له تهمه ويعود على الاقل انه موجه هذا الواي. هذه بعد روايه، يلا تطرحوا بالكم عن هذه اكبر فضيحه، مع ان هو نظام الفضائح اكبر فضيحه في بلد يقول هو عنه عنده قانون وعنده قضاة وعنده محامين وعنده محاكم، على الناس تخمر في الحبس ما فيها واحد ووقف نهار واحد في محكمه لياك تعدل له محاكمه صوريه. حتى النازيه وحتى الاحكام في البلدان اللي كانت فيها احكام قمعيه وكانت فيها انظمه قمعيه وديكتاتوريه وفيها قتل، على الاقل كانوا يقبضوا الناس ويعدلوا لهم محاكمات صوريه ويحكموا عليهم بالاعدام. هما قاعد عدلوا لهم محاكمات وحكموا عليهم بالاعدام. يا غير يخلوا عندكم دم. ما تموا لا تقبلوا له دميه وتلاحقوه في السجون وتوف، وتاكلين على ان الناس كلها عنده ذاكره جراده. انا قاعد تقبلوا ذاك وتحبسوه وتقوم الناس تعايط وكذا ويعقب تطفي ذاك الوقت في الماتية. هذه الروايه احنا ما نساهين عنها، لا تموا الا نذكروا بها الناس. اكثر من اللي نذكر المحامين اللي اتلامني ذاك نشوف واحدين منهم. قال لك هذا محامي متطوع انه يدافع عن كذا وكذا. الخلطه احنا ما احنا 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 موريتاني ما تلينا نقدر نلبسوا حد على الطهاره، بينا هذا من صورني وانا نقرا القران، صورني وانا ساهي، صورني وانا نعدل شغلتي، صورني وانا كذا، بالتالي حتى من اللي صورني وانا لابس لباس محامي، لابس دربالتي الكحله ودايره صقعه التقايرت، وتوفوا توفوا من اللي فم، نختاروكم من اللي تعدوا روايه في الواقع لانكم انتم فم، وانت قلبكم من اللي تقولوها تعدوا مؤتمرات صحفيه بوصفكم محامين. وقولوا احنا هذا ما قدرنا نلقاو ذا الشباب اللي متكفلين بالدفاع عنه، لا يعود تكفل الا حد انه قدام الكاميرا وذاك الوقت في عيطه، لا يجوا تصوروا وتوفوا كلكم يقين راجع قايس داغ وتوفوا وعين عمات الخرا ما شافت. اطرحوا بالكم من روسكم انتم ذوك المحامين اللي تتطوعوا بالدفاع عن الناس. على الاقل على الاقل لا تخلوا لا تخلوا الناس تنسي القضيه، وتموا دائما ماسوهم وصابحوهم وذاك اللي يواجهكم العراقي يتكلموا عنه. وهذه الروايه تعودوا ملاحظين انا لا دائما نشوف محامي قال لك هذا الشاب الخلوق كذا، الدكتور المحامي، الاستاذ المحامي، المهندس المحامي وكذا، متطوع يدافع عن شباب ركيز، وهذا الله يجازيه خير متطوع انه يدافع عن محمد هول عبيد الله وهذا متطوع هو انه يدافع عن شباب في كيف وفي بير المقرين.
ولا تينا نشوفوا هذا المحامي عاقل عدنا بها اللي رافد كل عسيرة تحت بعضه واقفوا توه يعدلوا معاه صور وتوه يخلون فم خلطة صورني وأنا وحامي على مسجون ولا يتوفوا فم ما عنده روح وفذا لما اللي نختاره نذكركم بها خالق قال لا الأمور يلا تعود واضحة ولا أتقل روح روح ولا فينا رقاج مخزي بالثاني حد لا يدافع عن رقاش يلا يعود موجود ويتمي ماسيه ويصافح ويعود على اتصال مع أهله كيف في العالم؟ العالم اللي يعود محامي عنده يدافع عن رقاش يتم يدافع عنه وتوف أنا هناك لا تعدل أن هذه ترويها للناس مع الشراويط وتوف وتم واحدين شمل الفقراء شاكين عن ولدهم عنده محامي لا يدافع عنه المحامي راهو شوق فيه من كسكس والله من المشوي والله راهو يتراش في الماسقة في بليدة ثاني ما يتواصل هذا ذلك هو اللي قال له رقاش لا يفرق الوقت على رقاش ذاك النوع ما يتواصل المهم والله تقيوير بالحسانية يقول واحد الواحد خلي جملك ذاك لين أعرف الوان الوشي وقد الجمال وتم فم يقول لك لا قيورني حتى أنتم لا تقيورون يسلمكم في مسألة ثانية شفتها هذه 72 ساعة التالية أم اللي هي مطرطق ياسر من بالوطات من فكو جاي العربية وأنا باخذها ونختار أم اللي هون هذه المسألة أم اللي نديرها في سياقها خلطة هذا مات لزمانه البلاغة وزمن المراسلات والمكاتبات والحمد لله الذي جعل الأقلام راحة للأقدام ونرى من خلال هذا الكندوش الأدبي بأن الشاعر قد أصيب بالإطرقشاش والإرمقشاش فهل يا ترى كان مقسئا النفس أم أنه لا حافظة ولا عافظة له بالموضوع إذا مات لزمن هذا هذا نوع من المونولوج له تقريبا آلاف السنين ولا تلي بعمل لهم هذا الزمن اليوم انتم ما فيكم واحد لقتوا الام العربيه انتم دياركم تكلموا فيها الحسانيه ونوع من اللي ركيك من الحسانيه على انكم منكم ليه رد على الاخر الموضه اللي واحدين فيها ذاك اللي تحيوا شمل خروطي قديم كل واحد منكم يبات طارح في جره ومختار الصحاح وقاموس المحيط وطارح في جره شمل الفيات ما يوفو يبات يكتب وين هي كلمه شراد من واحده يجيبها لياكم على الصباح يخبط ثلاث فيات والله ربعه ويصبهم في الفضاء الأزرق ويقول واحد يسكي هذا بالغ لقد أفحمته أسكيها ح ح ح وهذا عمق وهذا العمق وهذا كذا وفما فيه عمق صراحة أنتم كاملين واحلين في هذا اللي ينقال له خندق الاشترار واحلين في وحل الاشترار ووحل العيش في الماضي اللي مات له عنده معنى هذا زمن السوشيال ميديا الحمد لله الذي جعل الأقلام راحة الأقدام عدت اليوم الحمد لله الذي جعل الخربشات المباشرة راحة للأقدام نحن رأينا قاعدين في المينوفات الكرة الأرضية في الشمال في الدببة ثم نقولوا نظام الفضائح وسأخذنيه اللي ما يبقى يسمع ويحبس الناس ويكروس عليهم في الواركشوط انهم لا يبذلوا هذا مات لزمن بجاوي يمشي عن أهله يلقي العام ينقالك ببساطة وراه قاس مكة وكذا العالم صبح قرية واحدة هذا هو ما هم فاهمين هما عنهم ذا الركاكة العايشين فيها خلطانة ما عندهم الوقت فتنقص قلنا منه الواحنة ثانيا ما اللي قاعد في رواية غريبة هو مثاله بسيط واحد لا يكتب أربع صفحات لا يرد بهم على واحد في زره صوروا تقريبا واحد منكم قاعد في الدار وهاي التحويشة اللي في زره هنا تياها فيها مرة فماتي والله راشد لا يرد عليه بدل من يدخل عليه هو ذا كامل اللي تقرأ مقال كنتي والله مقال ذا الخلق اللي يتخالط هون بالعربية لا يتجبر الفكرة الأساسية اللي له حولها هذا أربع صفحات والله خمسة هو يدور يقول إنه كذا ايش قالوا من الكوره تخلي منهم يقولوا انت صغيري وخليه يربح وقتك والله يقولوا انه جورديجان شوف يقبل الشعر والنوع والتلميح التلميح تقولوا من الكوره يقولوا بويها انت جورديجان والله بويها ولا يحلوا في الوفاء ويقيس له السمو ويجيب له شيء من القصص اللي هذا شيء من الناس شيء من تارك اللوح ما قال تقرا قاع اياك يقول انه هو ما وفي والله انه هو ما وكري والله انه هو راخي يجي قاع يقول له انت راخي واختصر الوقت وخليك من المجلدات اللي تكتبهم هذا لا كيف رقاش قايس الكسر من كابيتال وبدل من يقيم مباشرة قايس الكسر يقبل واحد من ذوك فضلة قدرهم هات الكراطة قيم يزن وخاض لابو تيريميت وطلع مع جوك وقض مع شتف وخاض مع تورفي ودل مع قراف ومقجر وقض مع امطرازي ورجع قايس شتف وقيم ماشي قايس موريتان ورجع له هو الكسر قايس نواكشو ورجع له هو الكسر هذا هو النوع من المقالات اللي يكتبوهم على الكاتيات النوع من السجلات هو قاد ذي الأرض اللي عدل كاملة
عود دخل عليه مباشرة هو بزر والله سقم صورته وقال له قاعد اللي قايس مود ثاني انتم العربية ما هي لغتكم الأم. ثم تكلم الحساني أنا معقول إني نكتب مقالة من العربية رد فيها العراقي ولا رد فيها على مصري باللي هذا يتكلم لهجة وأنا نتكلم لهجة أنا ما نفهم لهجته وما يفهم لهجتي أنا والله هنا تقول اللغة العربية الفصحى أكبر القوانيس ورد عليك باللي ما عندنا ما هو العدل يا قال لي تعود أدخن قبل من العواجز الرانك الفريقي الشرطة كيريجي والشرطة كسافي وسنيك عليهم يابا وشوف الجزيرة العربية بوك وبوذاك ما قد طرح فيه كرام ولا عندك سر في العربية ولا عندك فيها بعد عندكم شيء من الكتب كانوا يجيبوا واحدين ماشيين حاجة لك رأيهم يجيب واحد كتاب ويكفتها كتب ويبركشوا وتقول له هاني رد عليك لا العربية العربية ما تكلمها رد لي بالحسنية يتكلموا كاملين هذا كذا كنا نقول نهارنا في أخبار اللغات والفرنسية واحدين من الكبار واحد الفرنسيين ديارهم يتكلموا فلان يتكلموا صوني كي يتكلموا حتى زاد انهم ليه رد عليه الاخر هذا رد عليه بكلام هو الفرنسي ايش عرفكم بها الفرنسي ما يتكلموا في حرايثكم ولا يتكلموا في انكلاو تسرحوا بقاركم هذا كلام فرنسا الان يا اهل موريتاني كلكم يتكايس يعرفوا عن هذا مات الزمن ذا ثاني انتم اذا صايبين له انتم كلكم عنده نظام فضايح متكفل بنفقته يقد يقعد ويكتب ياسر من اخر الخرطبي اللي ما هو متخمم في اقداه الصبح ولا عشاء ولا دوا تركته لا هو متخمم في شيء ما هو كي المواطن الاخر احنا اصلا ما عندنا الوقت انا عندي نختار نقول لكم ديك عطلات قال ما نقبل معها هذا زمن الاختزال هذا زمن اختزال المسافات العالم عاد قريه واحده حتى زاد انا بدل نكتب لك اربعه فيات والله خمسه نقول لك انك منافق انا نتوب عليك بقزرتك فيسبوك والله في دارك نقول لك انت منافق معلوم النفاق والسلام عليكم ورحمة الله. وفضلها في هذه المطولات. اليوم اللي مسألة ثانية نختار نوضحها للشباب. راه هو اليوم عاد لا نتكرر الاتحاد هذه موضحها للشباب كامل بشكل عام. يقول لك واحد هذا أنا عدلت 7 كتب. أنا عدلت 3 كتب. أنت ما عدلت كتاب واحد. الكتب والمقالات بعض سابق الكتب عندهم معايير عالمية هي اللي يعدلوا عليها. ونين تعود وما هم تابعين ذوك المعايير يتعود لا تكتب الا انطباعاتك انت الخاصة وكلامك انت هذا ما ينقال له كتاب انتم قاعد منفوشين ما فيكم واحد بعت عدل 200 كتاب ولا 300 كتاب بذل اللي تكتبوه ما هو نظريات علمية ولياك نديروا الموضوع ولا يقبل الله ياسر الوقت نظرنا قبل ما نخصص وقت الليل ذا النوع لياك يفهم بعد الشباب اخبار البحث العلمي والتأليف والكتب ما تم تقبل لي كارن تراندي باج تخبط لي فيش من الاناشيد والمحفوظات ودي لها عنوان رنان وأولا سين ومعاي رأيني جايب لكم هنا تياها ديوان وهاي لها رأيني عدتهم كتاب في النقد وكذا وكذا ما هو نقد له وش انت ما لك طه حسين وانت ما تنتشر المعرفة خالق رواية معروفة سابقة ذلك ينقال له scientific research ذلك ينقال له البحث العلمي عنده الكيستين وتوف لياك تعود لمردة واضحة المعرفة بشكل عام ذلك ينقال له knowledge خالق شين قال له production of knowledge وخالق شين قال له consumption of knowledge أنا قاعد ينتج المعرفة ولا قاعد يستهلك المعرفة وأنتم ما تعدلوا استهلاك المعرفة أنتم ما جبتم أنتم معرفة جديدة هذا هو معنى ذا ذي رواية معرفة أبجديات مسلمات في البحث العلمي وفي الأكاديمية في العالم كامل نختار تعود واضحة للشباب بشكل عام الموريتاني إياك ما يتم أحد من يقبل كارنة من سانباج وقيس البادية ويكتب فيها شيء من الأناشيد والمحفوظات وشخبط شخابيط ويرجع ويقعد البث مباشرة يقول له ما أنا عندي 7 كتب أنا عندي كذا أنت ما عندك كتاب واحد ولا عندك باط مقال لأن أنا نتكلم لكم على معايير عالمية ما نتكلم على معايير الزريق في موريتانيا أرقاش ألف كتب من آراء واحدين ثانيين هذا ما عنده هو ذي ينقال له في الأكاديمية ذي ينقال له your scientific findings أنت ما عندك اكتشافات خاصة بك أنت أنت اللي تعدل كتاب عن النقد وتقول لي آراء طه حسين وتقول لي آراء ياسر من جهابية الأدب العربي في كل بليدة أوكي يا قير وين هي آراءك أنت هذا كنا تكلمنا عنه كذا من مرة وهذا هو المعروف الأكاديمية في العالم سابق يكتب أي كاتب والله أي إنسان لا يكتب كتاب لا بد يعطي 4 أشهر والله 5 والله نص عام والله عام وهو يقرأ عن ذاك الموضوع اللي يكتب عنه يقرأ عنه ليش يقرأ عنه يلود هذا اللي ينقال له knowledge gap knowledge gap معناه شنو أنت لا تكتب عن النقد لا هي تقرأ تاريخ النقد كامل لا تجبر جزئية والله فكرة ما قد تتكلم عنها ليش هنا تجي ولا يتعدل كتابك ولا يتسجل بس ما كنت عنك انت والله هذه النظرية جبتها في النقد هذه خاصة بك انت هذا هو سبب ذا هذا هو اللي ينقال له في العالم لين تدخل الجامعات
لا تسمع ذا اللي قال له ساينتفك ريسيرش، لا تسمع ذا اللي قال له بي ريفيوز، لا تسمع ذا اللي قال له نولج جاب، لا تسمع ذا اللي قال له نولج كونسمبشن، ذا اللي قال له نولج برودكشن. ذا هو ذا اللي يعدل في الموريتان، ذا اللي يعدل في الجامعات. فم وياسر من دكاتره الخروطي فمات يا ويقول لك واحد كتاب وكذا بمثال اخر بسيط. بكار ذا اللي عينوا نهارهم، ذا واحد كان يقارن هذيك ساعه ديبارتمان دانجري، عينوا نهارهم ذا المستشار الاول لو كانوا معينوه يفسخ لهم الباس مع الكارفور مدريد في سفاره موريتانيا بريطانيا. لو زمن عنده كتاب داير على بروفيله فيسبوك جافيرو عليه صوره حرطاني وبيضاني وزر الاخر، هو المنحور عليه الناقة عليه صورته هو، وقال عنه قايل هو عنه مؤلف كتاب في هذا اللي قال الوحدة الوطنية. هذا ما هو كتاب ولا هو شيء، آراءك أنت الخاصة. هذا اللي قال العنديات، هذه عندياتك أنت، هذا ما هو علمي ولا عنده منهج ولا عنده شيء. شنو الثيوريز اللي اعتمدت إياك تكتب هذا؟ ثانيا الوحدة الوطنية هذا مجال اجتماعي، المجالات الاجتماعية اليوم والعلوم الإنسانية وذا كامل عاد يخضع لهذا اللي قال. العالم اليوم فيه ثورة في كل شيء، دورة في المفاهيم ودورة في المناهج. بالتالي انت ما تقدر لا تجي تكتب لنا عن كوري وحرطان وبيضان، هذا لا تقول، تقول الناس قاعدة في فيسبوك يا غير هذه الآراء لا يتأطرها فاش. شنو المنهج العلمي؟ شنو هذه الميثودولوجي اللي تقبل لياك تأطر هذه الأفكار؟ وين هي مساهمتك انت؟ من درا اللي جبت انت في هذا الكتاب ما جاب ولا قال شنو؟ هذا هو اللي قالوا يور اون فايندينجز الأكاديمية. وين هو؟ وين هي ذي نولج جاب اللي جبت انت هون؟ انت ما جبت سبه حرطاني بيضاني يلا يتعاشوا بليده بيضاني، تعيطوا بي على فيسبوك ولا قطورتنا نكتبوه في كتب ونقولوا عنا رانا عدلنا كتاب في الوحده الوطنيه. لان يعني الوحده الوطنيه والروايه كان عندها علاقه بالناس، هذا هو اللي قالوا السوشيال ساينسز العلوم الاجتماعيه، والعلوم الاجتماعيه جزء من هذا اللي قالوا ساينتفك ريسيرش. انت ما تقدر تعدل ساينتفك ريسيرش ما كتاب على ثيوريز وميثودولوجيز اوف ريسيرش. انا اللي يخبر اليوم واحد انا رابيزان ما يكتب اسمه بالفرنسية ولا بالإنجليزية ولا هم اطلع على هذا اللي كنا نتكلم عنه ضركات إياها، وهذه المفاهيم اللي هي اللي في العالم كامل يتقلبوا ضرك، ما تجبر الموريتاني أي كتاب تقدر تسايتيه ولا أي مقال. المقالات ما اللي هي نفس الشيء، لا تكون مقالات تكتب موقع الأخبار وتكتب موقع هذا مواقع الصفراء وموريتانيا، هاي مقالات هم مقالات. المقالات في العالم كامل لا بد لهم اللي هي من منهج ودول وساهم اللي نقص على قاعد بروكوست والمواقع المعترف بها عالميا اللي تقيتو سايت في هذا اللي قالوا اكاديميك ريسيرش ما يجبر موريتانيا ولا يجبره. لا يعود واحد شارد وشرب من هذا اللي قالوا مناهج البحث العلمي في الغرب حد انه قد ينتج اريكل والله ينتج كتاب والله شي قاعد شنو يقد يرتفد في محركات البحث. لا ما تلزم هذيك الساعه يمشي واحد حاج ويجيب كتاب من النظر ويبرك شو هو بنظم ويكتب عليه اسمه ويقول العبد الفقير الى ربه كذا، هذه بلاجيريزم. هذا هو اللي قال الانتحال. وتوه المهم ذا موضوع ما يوفو يقدر اقاش يبات يرفد فيه ويطرح الليله كامله. ولو انا لا اخترت ندخل من الجزئيه شوي لياك نقول واحدين هون يخفوا علينا ويخفوا عليكم ان الداني يتكرر قد حال ياخذ لكم واحد ويقول لكم انا عندي كتاب. يا ابوي عندك 20 كتاب 30 كتاب ذا كامل لا البرتيتي، هذا ما في بارك كتاب واحد ولا في بارك بارك مقال واحد اللي هذا الشيء قال العنديات. هذا اللي تقبل انت مستهلك للمعرفه، انتم لا تعدوا استهلاك المعرفة. استهلاك المعرفة شنو المعرفة؟ فكانت موجودة افتروا فيها واحدين اخرين وداروا متناول الناس وتم انت تواصل وتوف تولدها. بالتالي يا الله تم تسايت الناس لانك هذا اللي استخدمته مولى. هذا دائما نقوله انا قاش كامل جاب لك كتاب في الغرب والله في بليد كتاب محترم لا تجبر معدلة خلاصة على حاشيته اربع باراغرافات والله خمسة والله باج فيها هذا الاكتشاف العظيم الجايب مولد الكتاب اللي لعاد في سوشيال ساينسز ولعاد في هيستوري ولعاد في ساينس. لا بد من يعود هو جاب رواية ما قط جابها حد إياك يعتبر هذا الكتاب ويدخل مجال الأكاديمية. إلى يعود لا أرى الناس قال فلان وقال فلان وقال فلان، هذا هو بالمني نطرح السؤال دم ودائما تروحوا لروسكم your own findings where are your own findings in this book or in this article. هذا هو في العالم، هذا هو ساعي تعدل وتروح الدكتوراه لا تعدل أي رواية. لا بد لك من تمشي تبحث لين يطيح عيني وتقبل هذا اللي ينقاله knowledge gap ولا research gap وتعود له تجيب انت روايه خاصه باسمك بيك انت تسجل لك وفعلا معها اراء الناس الاخرى كامله يديرها في سياق غير لا تلقمها بروايه وانت هون انت منتج للمعرفه بدل من كنت مستهلك اراء الناس الاخرى. بدل من كنت نولج كونسيومر ناو قاعد انت نولج بروديوسر. وتوف المهم لياك ما نخبزوا المردو نطولوا حتى نختار نقول المكلف مهمه ما اعرفها والبلال نزل جاي يعني انا ما بيني معاهم مشاكل شخصيه وهذا دائما نقول وهذا من الساعه اللي فتحت قصر على هذا فضاء الازرق
وانا طارس العياط نقول لكم طار علي المجانين وطار علي ما بقى نوع ما طار علي يا قير هذا كامل كلها جاي بها لا النفاق والله جاي يلود للواية يعدل هو منها بطولة يجبر منها الشراس. أنا من النهار الأول نقول لكم يا أباتي أنا حربي ما يمحاكم ولاني وحدي ما يحربي أنا وحدي هذه حرب الأحرار كاملين هذه حرب إنسان كامل فيه الدم ولا فيه انبصار إنسان عنده ضمير يسطر يسوى الصف موريتان ونحبس ويسوى مرقبها ويلود نظام الفضائح الطريقة يقبلوا بها ويحبسوا هذا هو اللي دائما نقول لكم أنظمة الفضائح تقمع أهلي أنا وهلاك أنت وأنت ذاك اللي تنافق بوك وبذاك كيف الخطية ناقعين في انتيف الريحة وذو الويل والويل ما خالق منافق هم ندور لعقب نعدل لهم زر من الناس اللي على فيسبوك اللي مقررين بالريق مع أنظمة الفضائح قديما وحديثا تجبر واحد معطيه له تيتو مكتوب اسمه بقلم رصاص في وزارة ويصفق بيديه وكرعه الليل والنهار يا قير هو هلو راهم في بوادي الشرق والله في بوادي القبله والله في بوادي ادرار والله في بلاد موريتاني خاليين وذارين وخوت عاطلين وابوه عاطل والله مرترت وهو قاعد يصيفق في النظام على ان هذه المساله اختت تقول هذا انت يا ابويا كنت هون على فيسبوك كيفتنا كاملين كنت قابلنا ليد في مرحله معينه وكنت تقول عن باقي فيك عن الناس تجبرها مرانقيه الدوره لا تطرح ملفات وطافيلات في النهار الحامي وكذا هذا مالو كلامك وطلع لك البار وقلت عنك ما قلت جبرت رجاج مكلف مهم يعرف احنا سولناك بعد الفتره كامله من التكليف يا كانك انت ذي المهمه اللي مكلف بها يا كانك تعرف ويا كانك العاده اللي كان حق عندك اللي تقول عن الناس ترانقي رجاج تطرح ملفات الناس قاعد ما تفتح لها شيء ترانقي والله تبات رجاج تطرح له ملف الحال عاد اسوأ معناها انك انت كنت يلا تعود دركات اياها لسانك ماذا رأى وتعود طارس العياط الليل والنهار لان الواقع اللي كنت تتكلم عنه هيك الساعه عاد راك اسوأ وهذا ما لك وحدك هذا عن ياسر من الناس اللي وحدين درقوا قاع كيف كنت كانوا في صحافه وكانوا مدونين وكانوا في الخارج خالد وحدين كانوا في الخارج ما نساهين عنهم وراهم جاوا فمات اياها كلها كانت لا يزقلت وراها كلها مسكت بشوي فمات اياها واحد كانوا في واشنطن ساعه حمادي والله الحمادي والله ما اعرف شنو هو وحدين ثاني راهم فهم كانوا عندهم مواقع وحدين ثاني كانوا حقوقيين ما تسمحوهم كي عبيدي ميجن عنده خلاصات 600,000 هذا وركات اياها ما نساهين عنها معناها ان نختير ذي المرده تعود مجهوله في سياقها تعود عارفي نحن ما بيننا معاك روايه انتم تقدوا توكلوا وتسكتوا يا قير ما اللي رقاش بيته من الزجاج ما يزارق الناس اللي معاه وتوف وعاقب ذي لا طال الدهر وما طال ولا يتسوى لكم الاجيال الجايه يا كانك ذي قالوا التكليف ورقاش مكلف مهمه يا كانك عرفت المكلف به شنو والله وكل وسكت وتوف عندك وظيفه من وظايف وكل وستال بيديك وسكت فما خلي صعنك المبادئ وعلى عرف عنكم لكن ما قلت الطيب عبد الله ديدي انتم ماشيين بودوات خليتوا عنكم الكتب اللي خلقتوا في نقرهم وقستوا الكباين وتو كباين انظمه الفضائح حد الصيهنة دور يطوالوا سبيقاتوا ويتم يزقنوا بقارضك الكابينة فمات اياها وتم الان يقوم عنها واحد يقعد واحد ثاني في بلد والله يقعد صاحبه هذا نفس بودوات العبد العزيز والعبد العزيز عنده بودوات ولا الطايع عنده بودوات المختار الداد دار رحمه الله علينا وعليه هي كابينة ضاربه في القدم وعندها شي من بودوات ما هو واحدين منهم ما تاو يقدوا يقوموا قاع وما زالوا لا ينزادوا ضرق على انك انت دكتور انت مهندس انت عندك كتب انت عندك محفوظات عندك اناشيد اذا كامل خليت درتم ورا راحتك وقست الكابينه وتوف على انك تحمل مسؤوليه يا قال يوم من الايام اجي مد وجايبه مبيدات حشريه قويه ودور تدخل ذيك الكباين وذاك اللي فيهم كامل فم الدور تروزي على قاش الصلاه ما يعود سارق وزعي والبلال مولي الوايت هذا هي راهي مدي فيه مسألة هون أخلاق ولا يتكارو القدحان يجيك واحد يقول لك الأخلاق وهذا الشيء ما محاولة أطرحوا بالكم لهذا أنا بعد هذا اللي نقول إنين يعود بويا اللي مخليني إنين يعود يقبص ما هو اللي نقول هذا اللي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وأكثر الناس اللي نجلد هون شيء من الناس قبليا واتفوا بعد القبلية وجهويا محسوبين على المراقة والله زردي المراقة اللي أنا منه ما أشفع لهم ويا وجوني انا وحدين في الخاص ويقولوا لي هذا ولد عمك وش يباني ولا ما في هذا والعم يحافظ على احترامه يخلي عنه المال العام ويقيس تيكيته له والله احملهم اللي قد عندهم ما لي اسمي حد ما لي اسمي هرقاش شيباني وصقير الفضيحه ما فيهاش صقير والبلال ما عنده انجاز ما اللي هو والبلال هذا وزير خارجيه ولا الطائع ما يتكلم حد عنه ضرر والبلال وزير خارجية ولا الطائع ما بينه فرق هو المحنى والبيض ذي الدركاتية وزير العدل
ما بينه شيء ولا اثنين كانوا في حكومة ولد الطايع، هذو بودوات ولد الطايع. معناه انه رقاش يدور الاحترام، ورقاش هذا الدفعة وذاك الاخر ما يخلطوا، رقاش يدور الاحترام. يا الله يعود محافظ على احترامه ويحافظ على وقاره. وهم هذا اول رقاش حاقرهم تركتهم. اي اول رقاش حاقر اللي باسم الحالة يكلمنا ضركات يا احنا والبلال عن الاخلاق وعن السقم والاستقامة والابتعاد عن المال العام. وهو خريج كبان ولد الطايع وسابقهم من زمن المختار والداد. منطق لا يستقيم. ولا عنده من انجاز ما هو لجنة الاصهار اللي عنده. تطبخ كل مرة تعدل طبخة وتشرع انقلاب ركيك وتوخر واحد ركيك عنه رئيس منتخب. كيف ضركاتي هو ما في سجل من الانجازات ما هو تحليل مسرحية عبد العزيز وتقعد تزفطاتي في المعتية في القصة. هذا جدير بالاحترام هذا. لا احنا قاعد احترام وذا ما قد ان في شيء احنا سولناه عن رواية بسيطة. عندك سيدرين قال له بيتيك سيني عنده ميزانية. ذي الميزانية انت تخضع ليها وتعدل موسى واحد تسلطها كل سنة. ذم انقلابات ذم انتخابات ما ذم مسرحية ما ذم شيء تسلطها صان فرصة. هذا هو السؤال ذا هو. هذه الميزانية ما مخليها لك بوك ولا مخليها لك قبيتك ولا مخليها لك ذو اللي دافوا عنك. هذا حق ذاك اللي ميت في الطب، حق ذاك اللي ميت في اكسيداه به طرق الكراطة، ذاك البيت في رخل الليلة. هذا محصلة من ضرائب تنقبض بالقهر للفقراء أساسا، لأن الأغنياء جمهورية صربستان وبرجوازية المال الحرام ما يخلصوا الضرائب. معناها أن هي حرمتها مضاعفة. دي الميزانية سويناك اللي تمشي فيه شنو؟ خالق انتخابات ما يخالق أنت لا يتوكلها، هي موكولة موكولة. ثانيا كانوا عندهم بند في موقع الميزانية ذي قالوا الإنفاق خارج الرواتب والرواتب ومحاول ما كتب خارج. أجي أخذ الآن ذي الميزانية انتكرت 100% وتوف. كان هذا طويل العمر خاضع اللي هو توف. هذا ما يقدر أقاش يشوفه على حد. ثانيا أنتم أكثر الناس اللي تحاضر في الأخلاق هنا تجاه على في هذا الفضاء الأزرق. هذا وش من الناس سيء الأخلاق هو وسيء الخلق من اللي. ولا يتكلم عن الاخلاق مونين يسمى رقاش من اقربائه. ينقال واحد عر واك 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 انت لا يتفكر لك ان خالك والله عمك والله قريبك ينقال له انه حمار. لماذا ما تفكر ذا الجو وقت انتفيه وتقول له عر انه مالي هو باولاده وبمناته بقبيلته بزيته كيف تقد. هذا هو بل منين يظهر لكم تناقض. وهذا لا حد انه مثال هون يا اسم الشباب على الفيسبوك كلهم أسوأ أخلاق من أحمد حرطان. وهذا رواية حقيقة في موريتانيا. وهذا طبيعي لأن الشعوب المقموعة تسوء أخلاقها كما جاء في مقدمة ابن خلدون. والشعب مضغوط عليه وموريتانيا ما يتقدم فيها مو النفاق وسوء الأخلاق. وأنا سبب أنت من خاطب نظام الفضائح بهذا وهذا هو الأسلوب الوحيد اللي يوجعهم وهذا هو الأسلوب الوحيد اللي فاصل. وهذا قلته كذا مرة عنكم لين تكتبوا المقالات وما يقرأ. إذا ما بقى ما رديتوا عليهم بهم ما يقرأ وجربهم هم ما يقرأ هم ما يفهموا لأنهم هم شيء من الناس في معظم ركيك وراخي ما يفهم ما هو أسلوب. وهذا هو سبب تم نقول لهم يا قادة ما نقوله لرقاج ما يوكل المال العام يعني نبي لا نسمو يا قادة رقاج يوكل ذي الفضة اللي احنا وشردنا وهالي نرام وفهم يلقطون البحر واربع ملايين من الناس من المعدمين ممتلكاتها مشاكل موريتانيا مشاكل اقتصادية كيف دائما نقوله ثرواتها صارتينها عشر عرات شي ما يلحق نسبة 5% ولا 6%. هذا لا نقول لهم يقصر أعماركم ولا نقول لهم الحمير ولا نقول لهم البقل ولا نقول لهم يعطيكم الجنقور ويعطيكم المحس ويعطيكم البابوش. يا قيل القاج ما يبقي هذا يرفد يديه على المال العام ويرجع كوجوتين كان لنا يسمو ما تنين يشدوا أخبار على هذه المحاضرات عدلونا هون في الأخلاق. ذاك اللي نظر لك بالأخلاق قال له هر شوية كلمة تالية يلوي اللي يطرح له لكم خفوا علينا إجازكم بالأحسان. أرقاج كان المال العام ما هو لا يسلك به وهذا هو الأسلوب الوحيد اللي هم يفهموا إحنا أنت من طوطوه من ذلك أنا أرقاج يبرد علينا. وتوفي المهم أن هذا بعد هو أخبار البلال لله عنه هو فضلة مصيبة يقول لك بعدين لا يضحك هو يتم لا يضحك هو صار يتم لا يضحك هو رقاش ما هم خممت وعيشته في موريتانيا اللي الأسعار عاد في اسمه لا ترقاش قد يشري ليش. هو عنده ميزانية يوكلها 100% كل سنة
ويلا يتمدى كاش فتو لك يا حمار جوحة اللي عقده في الطيار عاد لا يتوقع لي زوال وكاش يقول له نصاب لك تضحك راكب في الطيار مالك مخلص حتى هو نصاب له يضحك. عندك ميزانية مالك مقدم خدمة لذا الشعب اللي هذه الميزانية ضرائب مقبولة بفرص منه وما تقدر تكدر تنكدر عليك شنو. أنا عند الخلطة اللي الله يكدر ويفقع ويشنشح الفقير اللي ما هو جابر شجو كله الفقير اللي يراعي فمه تعاني واخته تعاني وابوه يعاني واخوته هذا هو اللي يالله يعود دائما قاع مقلوقة زوزايته وتقلقه حصية به الواقع يقير هذا ونقاصر الأيام دو السراق اللي كلها عنده ميزانية ويسوسف ويصلطها هذا يتمل لا يضحك. ثانيا شفت اليوم أنا قاع والأمين حاضر المحاصن للحاضر المذال ويقال مش شالي رقاجل صورة من الشي كاتب وينافق فيه هو لكي بعض الرواية قبضت وحدين يثني بها عليه والبلاء يقال هون أمين نختار نذكركم مسألة إياك تعودوا عارفين والأمين لماذا والأمين يثني على والبلاء لأن خو والأمين عندهم خو أرى هو عضو فما تياها في لجنة الأصهار اللي 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 رئيسها والبلاء قد تكلمتكم عن هذه الفترة قال لكم سيتو أنتم ما عطيتوا فايقة على حشاكم البارح شتو هذه الجينة حزب مسعود الوالد مسعود يمثلون السيب في الجينة هذه لجينة الأصهار هو سبب بعدين قال لجينة الأصهار خالق حزيب قط عدر يعقوب والأمين كابينة عدل هذيك الساعة ممثلهم اللي في سيني أخوهم هم والأمين هو اللي يمثلهم في لجنة الأصهار وعنده خلاص فماتية وبالتالي من الطبيعي دافع محمد الأمين عن 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 ولد البلالي يلي ولد البلال بعبارة ثانية بكلام الموريتان مشق الخوف وعطاء من لا يملك لمن لا يستحق وفي لجنة من الأصهار ويخلص الملك لوحدين ثانيين فهم هذا اللافن ذا كامل. أنا أنه إذا شفت الدخان لا أعرف عن فما تياها النار الله لا يتشعل الله ثقبت ورمدت أنا أنا رقاش أطرح بال هذا. المهم اخترت هذه المسألة تعود واضحة ودائما ما نبغي نخسر وقتي في هذا النوع من الفيافي لأنه ما في شيء قاع مهم يقال بعد رقاش هنا على راسه ما لا يسمح إلا كي أبو زريق حنيش وديع وقاد اللفعة تي أختي اللي ما لا تشوفك مدى ما قامت تعايط لفعة لفعة ويقتلوها وقتلوها وقاتلوا وانت يا أخوي تو خال من قدام الناس قاعد ولا يسموك أما رقال هل يصمد فمه ما يبقى بلد ما خال منه حتى زاد رقاش حكم فمه وصار مصارين وحكم يديه عن المال الحرام ما سامي هرقاش ولا له يقول له كانوا حمارة كانوا بقلة كانوا جرانة كانوا جمل ما قد يحد في شيء يقال هنا تم امتال بيديك في المال الحرام توكل بي ليل ونهار ما يقول لك حد رقاش يظهر أولاد عمك واحدين ثاني تم شقلهم ويقول لك هو بعد مرح هو المكدر عليه شنو هو ما راح يقبضوا بشي حلال لا لا اسمك هرقاش وقيمها كنت ذكرك لها شرب لنا فيه رواية أخرى شفتها الليلة أخبار قاموس هذا رموز الخروطي هذا خلطة خلونا ننطلقوا من المسألة واحدة شنو هو الرمز قاع هموري تاني والله خاصة الهام هم عدلوا من الرمز هم هام هم كامل المقصود به لا يعدلوا من الغزواني رمز والغزواني ما قد يعود رمز ورؤساء مراقة داخلستان ما في مرقاش قد يعود رمز السبب بسيط واحدة من درايا كان رقاش كيف هو جاي بالتزوير وفي انتخابات مزورة في بيتك والبلد يا كان يستحق يعود رمز والله ما يعود رمز هذا هو السؤال الأول. من درايا كان رقاش إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وهذه صفات كاملة تنطبق على ولد القزواني ويبقى وراه منها ترجع له التاديت منها وتنعطى لوحدين ثانية يا كان يستحق يعود رمز والله ما يعود رمز ما يستحق رقاش جاي يزيبط على الشعب رقاش يرقد 20 ساعة كيف الخفاش وكيف الكسلان لا يحل عيني والدويلة انسرقت وعدنا نقدو نتمو نستخدمو عبارة المشارقة اللي قال لك دولة رئيس الوزراء ودولة كذا لأن ما خارج وزير فما عنده دولة وجو واحدين قاع جاي من الخارج لا رياك يجروا البي الله يجل هذا ويجيهم وزير الخامرية كاش كيه عنز شارب على الملح ويوقف معاه ويعدلوا لك عليهم الرواية هذا ما هذا ما هذه ما هي دولة وتوف من رأي اللي كان هذا النوع من الرموز شنو تاريخ صلاحيته من رأي كان رقاش شاف رمز فارق تاريخه كان يقدر يقول له أنت فارق تاريخه أنا أن هذا النوع من الأمور يلا ينطرح. ثانيا من رأي كان يندار في بليدة باردة كذاك النوع اللي ينعص عليه من الشمس كيف أقول للغزوان يا غير بعد خارق الرواية
يلا تطرحوا لها بالكم، وخاصة الدواء دائما ندار عليه انه يلا ندار في بليده بعيده من التركه. قال المشكلة كاع انك لو الغزواني اذا درتوا بليده بعيده من التركه ما ولا يقبلها كاع هو، لان النوها واضح من كلامها عنها قاصر. قال مع سركت من هو يقبلها فرنسي تصنادرا تريميان تري فاتيكي، وقول راح لها وقولي الوالد كذا ونجابر لها وكذا. هذا هو المجنن، هو مراعي موريتاني كان يحكمها دائما لا 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 طغاة. قال ما قطع عاد يلودوا الرواية حمو بها روسي. والعبد العزيز قال له محمد بويا قال له في نقرا الكاج عن نعر قيم قايس دار ورقد فيها ما قادر له فيشي. يقال ركات اياها نبقي محمد بويا يقول في الكاج يقبل شنو دون اسامي اللي اقترحته ليه، لانه ديك الساعه كلمه عر قابلها عقب خربشه مباشره عدلت هيك ساعه عن مرعد عر يردها علينا جد عنا رحمه الله علينا وعليه. نعرف عنده مثال يقول لك هذا لا خبره عر اللي ما يشترى منها يتمرع فيه. على يقير ولد القزواني مزقنين به فضايح ثاني ما ذهي عنه هو لين عاد قارق في المال الحرام. هو والعبد العزيز عندهم تاريخ من النهب في بليده ومترابط ولا يفصل بيناتهم، ما هو منافق معلوم النفاق. عاد ام اللي هو زايد عليه بالواية زايد عليه هو مولاه بتاع عماتك، ولا سالكي منه طيب لا تسقينين، ولا سالكي منه رشاشر، ولا سالكي منه قرد جنات ولا القواد. وهو من راسه لا يتمتع بقواه العقلية وتوف، وعادوا هم داخل مشكلة من ذلك الطريقة الوحيدة جايبين لهم أفكارهم منهم يقدوا يقدموا له بها خدمة عنهم يعدلوها رمس لياك مادة الناس تتكلم عن فضائحهم. هذا ينقال الفيافي. ثانيا هم قاع كانوا يحبسوكم من دون قانون. هذا مولي رواية نيد فقاعة الحق اللي درسيدها ينقال لك والكاج وصاتك وكذا. ما فيه رواية قاع الكاج من راسه ما هو شرعي، هذا كاج بالعبد العزيز اللي كان يدور له مؤمورية ثانية. وعقب في النهاية نصب كامل شور صاحب وشور برانتي اللي قاعد لهم في بلو خلال. أنا هنو ما يجي من شور وتشريع له مصدر تشريع، هم ذاك اللي هيعدلوا له يعدلوا يسوى شرع وسوى ما هو شرع. وهو الناس اللي حافسين نارك، وخاصة حمده العبيد الله هذا محبوس على أنه استخدم صفات قالوا ممكن رجاج بصقع طول روايات أنا بتهم القزواني. وهو القانون تم المصادقة عليها اللي هذي يفضل إذا قدينا قاعد سموه قانون. أنا هم قاع كانوا يحبسوا الناس قاع سار قديع عود قانون الله ما قانون ما قاع ما مسوين عنه. هم رجاء لا يحبسوا لا يحبسوته. رجاءش كامل ضد نهج الاستحمار وجمهورية صرغستان دورين حبس. وهم ما هم لودين لو قاع على ذريعة لا يكاروس عليه. يسوى الله يخلي. معناه إنه لا فائدة يقال قاع ذل ليمونك عندكم أنتم. إحنا في بلدان ما ينطبق عليها قوانين الكاش. وقصاب وراك كرة جمهورية صرغستان. وذاك المولك عندكم انتم لا انتم احنا نقولوه لهم وفضح. احنا ما عاد قلت الحقنا عصابات والمرزوق المحنط والمرزوق، واذا كنا نقول لا انتم لا نقول لهم انتم عندهم الله يجوعوكم يحبسوكم كيف كانوا معدلين لكم. هذا ما هو طال والاحباس ملانه من الناس اللي كلها محبوس قاع كرض ما هو محبوس علش. المواطن الموريتاني تم ينزل في راسه ظلمه وفمات اياها نوع من قله الاتحاد غريب الين عاد كل واحد يحكم باللي يعطوا يحبسوا كرض والاخر يخرصوا. لكن فيديو قصير قدرته لكم في بقيرات من صور متحركة وفي واحدة طرعي في سكيل عود واخر من ما تقول له هذا بده يزوب، تقول له الاخر هذا ما هو بده يزوب، تقول له هذا بده يزوب تمسه بالحال يسرطها غير كانت تراعي فيه تقول له هذا بده يزوب جي مارقة بقرة اخرى تالبت. هذا هو حال الشعب الموريتاني، تقول له هذا عود وتو بطريقة تبتطوا كاملين وتنحبسوا كاملين وتمرمدوا كاملين. قال كيف دائما نقول لكم انكم تتحدوا وتخلوا عنكم هذه الروايات اللي قبل انظمة الفضائح الدورية كانت تكاركم بها. خليكم الحرطاني بيضاني كوري والقبلة والشرق والساحل وعودوا عارفينكم عندكم بلد غني وحايل بينكم انتم وثرواتكم انتم ومشكلتكم فقط وثرواتكم حايل بينكم معاها خمسة رويقيجات خمسة بندير اتحدوا وهذا خمسة رويقيجات من سومتر. هذه هي المسألة. الاتحاد هو ما هو اتحاد صاحب طاش. الاتحاد هو اللي لابد منه ما دام ما خرج لا يتموا لا اللي يعدلوا لكم يحبسوا ذاك ويقوم واحدين يعيطوا ويقدروا يسكتوا الصبح ويجيبوا واحد ثاني ويحبسوه. وهذا هو اللي متواصل الى ركاتي ما قد يمرنش فيهم. اللي نقطة أخرى شفت واحدين فمات إياها ينافقوا النظام الفضائح ويمشوا شور فرنسا ويمشوا شور أمريكا وعندهم جنسيات ثانية. يعدل واحد منهم خربشه مباشره ولين يسوق له الشباب التعاليق يقولوا له تنصحنا بالهجره يقول له انا الان الهجره ما ننصحكم بها. انا الهجره ما ننصحكم بها. اللي فرنسا يعتفوا بها امريكا يعتفوا بها. الهجره شوفوا هذا كلام المنافقين.
انت براس عاد تفو بيها، والله امريك تفو بيها اخبارك. انت راك داخل المجلس، ما هناك عندك كرتونه اعطيتها لك فرنسا ولا اعطيتها لك امريك. انت ما عندك شهاده، انت ما عندك علم، انت ما عندك موهبه، ما عندك سبه. وانت تتكلم لا يتكلم الا انك مواطن امريكي ولا مواطن فرنسي، وجبرت السفير الفرنسي وجبرت السفير الامريكي. هذا هو داخل انت بيه المجلس وتقول للناس ده مو مهم. انت تكذب راسك. انا هذه المساله اللي اخترت مولي ننبهكم عليه، لان عيت نشوف ياسم الشباب ذا يصفقوا تصفطاتي ولا يا صاحب الجيفه. يقول لك الواحد تفو بي بي ار، تفو هذا الحزين تفو بيه. يا اخي بعد القزواني انا مأمل فيه الكثير. تجمع واحد يقول لك القزواني وهذا النظام سراق وفرق غير بيران منام. هذا وركات ايام ولا لاش بودوات. هذا الداكي بودوات وزاره الثقافه، وهي اكبر كذبه وزاره الثقافه في موريتانيا. كبيرة ثقافه. والله 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 كبيرة قبر ثقافه. حتى زاد هذا وركات ايام خلطه. انت داخل المجلس باش. الواحد ينافق تصفطاتي ولين ينافق 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 وتشعل فيه النار ويفر ولا يرشي. يحجل انه هو مواطن فرنسي ولا انه مواطن امريكي. ويركب في الطياره ويقيس فرنسا ويعطي سابع يبردها فمات اياه. يقول لهم الهجره ما هي مهمه، رعاو الشباب لا تهاجر. تفو اوروبا تفو امريكا تفو الناس تخبط بالطعمه كندا بارد تفو ذا لا الخزو. انتم مولي هجرتكم هي اللي ما ضحات عليش. احنا مشينا عن موريتانيا مفرصين ان نمشوا عنها. وعرضوا علينا الوظائف والزمن كثير بفضح ذا كامل الناس اللي اتصلت بينا والناس اللي بعض جابت ذاك الوقت. انتم اللي تنافقوا لهم وكلكم دور مكلف مهمة ما طاوها لكم. انا فاتوا اتصلوا بي عرضوا علي وظيفة سفير اللي عتنفق، عرضوا علي وزير اللي ما يحلم بها واحد منكم، انتم اللي كلكم عنده جنسية ثانية عرضها مع جنسية مرأة الحمار وينافق ويصفق بيدي الليل والنهار. وعنده لا صورة يعود داير قرن مع قرن تصفطاتي ذي الحال وهام ويعدل منها سموت ترى يعدل منها الدنيا تيجي. ما فيكم واحد عرضوا عليه وظيفة سويسي. أنا الوظائف اللي ما فيكم أنتم واحد يقدر يجيبها له تخمام وعرضت عليه وبيت عنها. ونظام الفضائح بين اللي ما هو طابع لأن رقاش عنده رواية جادة عليها. أما أنت الفضائح في موريتانيا من أنت شايل مراقة على رقاش يتكلم لا يدور شر راسه. لأنهم هم فاتوا جبروا أنهم المناضلين كيفكم أنتم. واحد عيط وقال لك الشعب خالو الكيمو عارضة تبيعه نفسي إذا يدورش طوف وظيفة يدور يقلل في فيسبوك ويدور يهنا ويدور يتم يقول صاحب الرؤية وصاحب الفخامة قاعد لا ما كنت فاهمه. تالي قبضوا لي أقرباء عندي تلاو يدخلوهم من الحرف يقول لك واحد وكذا. قلت له اسمع لا نقول لكم أنا ندور نتوسط ديدي العربية عندنا الفضائح ما اشتغلت معاه اللي أنا ما ندور تبطلين دول لا الكفار لا أنت معايش متمونك لأنه عاد ربي. يقال ما نقبل وظيفة وزير ولا مكلف مهمة ولا جاج ولا نوكل قذافي ونعرف عنه. وهذا اللي نقول لك تنقوله في العشرية وكنت نقوله في زمن الطائق اللي ما خارج السوشيال ميديا اللي رقاش قال عن يبدل مواقف ولا تنعطى له وظيفة منافق وكلب وابن كلب. ورقاش ذا اللي واحد فيه باقي فيه ذا الخالق للناس الثانية ما هو له يبيعهم بوظيفة. لياك عد كيف الحال المكلف مهمة ذا قبل فترة يقول لهم ما قطر حد مكلم مهم يعرفه الشباب خالي البطالة وكذا وكذا وضعفة البطالة وخل الشباب واعطاوهم مكلف مهمة اللي كان يجوق بها اعطاوها له وقبلها وحكمها بيديه وكرائه وسكت. حتى زاد انتوما يا الشباب الموريتاني الهجرة زينب انسان ما قد يجبر ظروف حياة كريمة في موريتانيا يهاجر بعد تقدر تهاجر شور سينيغال تقدر تهاجر شور الجزائر تقدر تهاجر شور انغولا قلت هاجر شور اوروبا ولا شور بلده ثانيه تقبل جنسيه اخرى. هذا حقك الطبيعي. يقال لا تقبلها انك منافق كيف ذي يعدلوا هذه الضركاتيه عنهم مشاو واعطاتهم دول ثانيه جنسيات وقاعدين ينيفروا ويعيشوا كلها يعيش بعرقه ناظر وما نافق الرئيس ولا وزير. يقال بما ان النفاق في جيناتهم وماشي في دمائهم كلها عاد مخلي ذيك داخل المجلس بالجنسيه وينافق الانظمه الفضائح ولين يحمى الزمن حتى يقيس امريكا والله يقيس فرنسا ويقول للشباب خلوكم من الهجره ما هي زينه. وغزواني بعد انا معاه اوكي يقيد اي بي ار نو بي ار ما هو زين ما هو زين. هذا ركات اياها لقاش سمع يعرف عن هذا يرويدي جوك الشراوية وعنه لا يصلح للعادة ولا للعبادة. هاجروا قبال وسافروا قبال. السفر في ياسر الفوايد والهجرة في ياسر الفوايد دور تتكركر وياسر تتكركر. يقير ملي
كلكم حسب همته والهمة واقطعوا من السيف. وإذا أجبرتوا جنسيات ثانية والمكم قد يقرأ في بلدات ثانية، هاي تجارب يحتفظ بها وينفع أهله وينفع راسه. وإذا صلحت مراقة الحمار عاقب لي دور ما اللي يستفاد منها يا قير، ما هو مستفاد على حساب الضعفاء. ولا عنده إنعاش ذاكرة لا يتم يوخض له، مكنطط من الرئيس والله معدل معاه صورة والله يقول لها أنا مع هذا والله كذا، هذا ما خالق شمونك منه. أنا أنكم سافروا قباء لا فيكم واحد يجبر فرصة يقيس لي دولة ما قاسها. يا قير انتم هذوك اللي بجنسياتكم شي زاولكم، ولو كنتم معهم عندكم منين تعودوها؟ هذا السؤال تم طرحه عليه. كي تقولوا له انت ما كنت ما عندك باسبور امريكي ولا ما عندك باسبور فرنسي، انت وركاتيه شنو محلك من العراق؟ انت لين تضيق عليك الارض بما راح وبات تقيس بلدك الثاني تبردها لي، وتجبر كونكسيون زين وتجبر وكيل زين، وبدلا من تقول للشباب وفي الارض من ان الكريم عن الاذى تقول لهم لا تحركوا وما ينفع مو زين لا تهزوا، وبدلا من تقعد فمات اياه وتنيفر وتعيش على كرامه وتدافع عن اهلك وتدافع عن القضايا العادله، ترجع امالي وترتمى في احضان كبيره نظام الفضائح، وتقوم امالي تقول لهم هو اسكي وانا الرئيس معاه وذاك ماني معاه، وتقوم تنظر في النجاسه، النجاسه لا النجاسه، النجاسه لا تطهر النجاسه. وهذا هو الوسائل نقول لكم، الانظمه الموريتانيه نجس من استقلال موريتانيا الجاهليه نجاسه. وهذه النجاسه لقاش كامل قبل الوظيفه معاها، معناها انه هو عاد يوكل اسرته النجاسه، وعاد هم اللي هو للنجاسه جزء منها. ولا له تعود موريتانيا دوله ما فاتني خلقت قطيعه وتم القضاء على هذه النجاسه وتنظيف هذا البلد من هذه الاذران ومن هذه القاذفه. وهذا ما قد يعدله ما هو جيش. هو الوحيد لان موريتانيا ما فيها مؤسسات. إنين يبعث الموريتاني شي من أولاده قوبي والله جان والله بير قجة والله بير فار مقتنع بهذه الرواية بدور يعدلها، والله حالي مولانا 2003 هي قرب مثال عنهم دبابات من زمن الاتحاد السوفيتي إي آن بالو، وكلهم ما محاديها ما هو عمود من الدخان، كل واحدة منهم سكنت إيتاماجور بكمال. ولا نجبر كل ولن لا نجبر حد من الخلق كامل كله كي يكرم تمانوك تفقد البوصلة. هذه الرواية ديرو فوصلة موريتانيا ما إلي تصلح ما باتنين خلق فيها انقلاب ولا بقى قاعد عود دموي، هي الناس صارت ميتة لاش من القبور ما رات حد يدفن. يقير عود انقلاب من رحم المعاناة والناس اللي جاية منه، ناس كيفنا نحن هذا اللي على الجانب المدني اكتوات بالظلم اكتوات بالفقر اكتوات بجميع اللي يعدل في موريتانيا ضرب، وجاية الدورة تعدل دولة حقيقية. والتغيير ما قد يخلق موريتانيا عن طريق الصنادرة، لأن جميع رؤساء موريتانيا يستثمروا لا فروسهم ولا عدلوا مؤسسات ولا عدلوا شيء. ما عدلوا في رصيدهم، ما هو لجنة الأصهار اللي قاعد عليها والبلال، ما في رصيدها ما هو التزوير، ووين هو واحد تلاه يقوم من فمات إياه وعنده قبر ثاني كان معاه وعنده معاه تاريخ من النهب يقعدوه له بله وينجحوه له بالنسبة في الشوط الأول. وتوف معناها ان هذه المسألة اخترت نوضحها الليلة. وتوف هذا البث يبان طوال. المهم احترامي لكل معلم وكل استاذ يقدم كتب لتلاميذه تحت محمل ولا تحت بيت من الطين ولا تيكيت الله دفباط من الصباط والله من الطرف والله من اي رواية سوية شنو هي، حام انه يعدل شغلته وهو ما عنده وسائل ولا عنده خلاص ولا عنده شيء. ونفس الشيء في شبه المدن اللي عندنا، تجبر استاذ يقري في بيت بلا كواو سبوره متفرطه، ومعلم هذا تحياتي لهم، وعودوا عارفين عن سبب تهمشوا انتوما، ويا بالكاش اللي له فتره يزيد لكم خلاصاتكم، وما زالوا ما بينظركم كل الرواية لا يطرحوها وكل نقاش لا ينطرح، ما تنطرح في قضيه زياده اخلاص المعلم ولا اخلاص الاستاذ، بهم اللي يعرفوا عنكم انتوما هم موسى ذبيحتهم، لا خالق رقاش عاقل لا يستثمر موسى ذبيحتهم. بيدي هذه 4 ملايين هما حاكمينها لا بالتسجيل، ويوم محسن حال الأستاذ والمعلم معناها بعبارة ثانية عن لا هي يتحسن فكر المواطن، ولين يتحسن فكر المواطن معناها أنه لا يثور على الاستحمار، ولين يندثر الاستحمار بعبارة أخرى ذاك بروجهم هما العاجية قبل هباب. على أنكم أطرحوا بالكم لهذا وتحية إجلال وإكبار لكم. وفيهم اللي مسألة ثانية
لا يعطوا نموذج من وزارات سابقا وفوا هذا البث. تصوروا لي هذه المخلوقة اللي على وزارة البيئة. فهموا ما اللي راهو فيه وزارات بلا فائدة، بلا فائدة لأنهم ما حد عليها رواقيج، ما عندهم مؤهلات القيادة. ثانيا كاع هما صلاحياتهم مصادرينها وحدين ثاني. هذا اللي قال وزارة البترول معادن فيافي، وزارة البيئة هذا صلاحياتهم كاملين عند المحنط ولا محمد صاحب شركة بلاء موريتانيا. ذاك عنده بزنس ملاكة حاتي مع محيط غزواني ونعطات له الشويريكا. وهذه رواية غريبة، هذه الخصرة هم بها صنادرة. صنادرة في العشرية، زمن العشرية عدلوا لهم رواية عادي تجبر كلولا خايف من بيرقج، خايف منه بهاش بيلي ذا بيرقج عنده علاقة بجنرال. وبالتالي لين يتكلم مع زوجة الجنرال، والله يتكلم مع الجنرال ينقلع كلولا، والله ينقلع كافيتين، والله يطنع. وبالتالي خسرته كاع هذا اللي قال له قوانين تراتبية العسكرية. حتى زادت الوزارات نفس الشيء، تجبر وزير قد حمار جيفة وعنده وزارة النفط والطاقة كيف محمد صالح. هذا يقول هو ما عنده صلاحيات، هو صلاحياته مصادرها من محمد. من محمد ما هو وزير، من محمد عنده مزبلة معدلال يقول له هو معادن موريتانيا. يقول هاي معادن موريتانيا قابل صلاحية وزيرة البيئة اللي قالت انها ما تعرف كمية اللي يدخل موريتانيا، فضيحة عقب الزمن كامل. هي ما تعرف موريتانيا كم يدخلها من المركير من الزئبق، ولا كم يدخلها من السيانيد. والدراسات اذا كان ما فيها عنه اخبار، اللي بعباره ثانيه هي ما عندها كاريزما وصلاحياتها عند ولي محمد. ولي محمد ما هو باخر طريقه يجمع بها اللي قد يجمع من المال الحرام، لا بقات موريتانيا يخليهم السيانيد. هو ملي جاء ذاك ملي هو اللاكي والبلال، وكيف حفظه الله والبي صاحب العدل والرق، هذا واحد من وزراء ولي الطايح خلطة لا تيتو تنسى. قاعد أتكلم لكم عن البلالي ضارك وسيني، ذكروا عن البلالي كان وزير خارجية ولا الطايح المحنط طول بي وزير عادل ضارك، هذا كان وزير ولا الطايح حفظه الله. حمود اللي محمد هذا كان وزير ولا الطايح. شفتوا ذي الكذب عرفتوا يا الناس، انتم صار لكم تفرقوا تخلها. وهذا هو الوسائل يقول لكم ذا عشرينية ولا الطايح كانت امتداد العشرين سنة المختار الداد داهي رحمه، وعشرائية ولي عبد العزيز امتداد العشرينية ولي الطايع، وعشرائية جخميري هذا ركاتي تزفطاتي الكسلان هذه ما اللي هي امتداد العشرية استحمار صاحبه. تالي ما خلقت قطيعة سوى شيء. المهم ولي محمد مصادر صلاحيات وزارة البيئة ووزارة المعادن والنفط والغاز وذا كامل مصادره. تالي جاءوا السودانيين وجي مركير السودان من راسها حرمته 2019 قبل تقريبا سنتين. بالتالي دفعت الدنيا كامله وقالوا خالد بلدي قال لهم ثاني سيبه قاعد نقدروا نشوفوا نجيبوا كل شيء. بيلي وزيرة البيئة ما عندها نظرة عن قاعد اللي يدخل شرط. هذه فضيحة الكلام اللي تقول هي، هذا كافي لإقالتها هي وتغريمها. وبنفس الشيء اللي الفضائح اللي واقع انضركات اياها مزبلة ولي محمد كافي لإقالة ولي محمد صالح. اللي انت مواصل لك وزير دولة وعندك ذا من الصلاحيات وانت صلاحياتك مصادرهم محنط من زمن ولا الطايع عنده مزبله على مله مناكحه مع ولي الغزوان. هذه فضيحه. أملاد ما عندها ميزانيه قريب من 12 مليار. هي ما تعرف موريتانيا كيف يدخلها من السيانيد ومن منين يدخلها، والمركير منين يدخلها الاخبار. ولي محمد يوكل في الدنيا كامله موريتانيا وسمت من عند بيرمقرين اللي يشير الدنيا كامله، ما بقات بريده ما وسمت. الناس انتكلوا ثرواتها وخلات بين الفقر وقبضت أمراض ما توفى. وراني درت لكم فمات إياها فيديوهات الدكاترة في العالم يتكلم عن مخاطر السيانيد ومخاطر الزئبق. هذا قال هذا كثير ما يقدر يخلق في دولة وتوف. هذا هو الوسائل يذكركم الليلة. الزراعة عمل هي نفس الشيء، الناس يجيبوا لهم درون من السينيغال، درون يجيبوها من السينيغال في لاند كريزر، ولا عندهم اي مبيدات ولا عندهم شيء. سووا شنو؟ عندهم ميزانيه قد السماء. قابلها واحد ذاك النهار تم تعيينه طايره بوتون تركي، وعندهم منافقين يصفقوا له الفيسبوك ويقولوا له هي واسو اللي هي عبد. هذا يا اخواني هذا روالكم يوجع اللي واقع في هذه مناطق الحمار. ما قد ما قد ما قد ما قد يواصل. وتوفي المهم اني نعستكم والبث معتذر على انه تقاعس، وندور نحاول يا كان انت من عدلوا للوقت. وبالمناسبه ندور ان شاء الله نحاول نعدلوا روايه ثانيه قاع البث المباشر سياني فيه لعمه والزحاف، ولا هنا عقبوا قاع نعدلوا روايه اخرى اشبه منه.
يا لاد مريانا وشم الخيارات مثل تندر صور. وانا كيف دائما اقول لكم انا ماني رجل اعمال، انا مصفر عندي اسره ولا بد لي من نشتغل انا بعد قاع لياك نوفر لقمه عيشي، لاني ماني من اهل السلاليخ ولاني من الناس اللي تقيس الخارج لياك تعيش على سلاليخ الداخل مولي. وبالتالي هذا عاد على حساب ياسر من الامور ثانيه عني خالق ياسر المشاريع نبقى نعدله خاصه في اخبار التوعيه. وعندي قناه على اليوتيوب من 2013 ونبقي كل وقت اني نصيب لها راسي ونتم نعدلوا برامج كلاس، ما هي برامج منصات اطراطي الهمولي ثاني. نعدلوا روايه توجع حق وروايه علميه وعندها تعود كلاس، عند الروايه معروف ليش يا قال ما فطريت لها الوقت وتو بيدي الوقت اللي ما خصصت انا منه الامور المعاش نخصصوا مال الامور الدار. وتوفوا راجل ان شاء الله من عند مولانا يعطينا ويعطيكم العافيه ويثبتكم على الحق. وعودوا عارفين دائما عن حد يبقى حد يتم يطلب له دائما حسن الخاتمه، لان العبره بالخواتيم. انسان يتم يصفق ويطير يتقمص التقدميه العمشه ويتقمص النضال لين ينعطاله شوي خارج الملي وحدين فم. انت قاعد يا اخوي انت عاطل وتلود لرواية تقبلها وسكت. قلنا قلناها كذا مره انك انت ما ريت فرصه تهاجر بيها وجبر طريقه تجبر بيها وظيفه قبلها، ما قلت حد يقول لك فيش يا اخي. يا اخوي اسكت فمك وانكر هذا المنكر اللي واقع مولتها انكره في قلبك. هذا شو اعطي لك الشرع؟ ما فرض انك تتكلم الا عاد خايف نحبس. انت ما فرض انك تكتب على الفيسبوك يا اخي لا تدافع عن الباطل وتوف. هذه الروايه قلناها كذا مره. احنا وصفرنا وعايشين في الخارج ولا قد يتحكم نظام الفضائح في مصادر عايشين، وانتم فهموا في موريتاني جحيم وسجن كبير احنا حاسين به. قال لا تنافق، اقبل وظيفه في وزاره، اقبل وظيفه في داره، عدل يا اخوي روايه تعيش بها كريمه. قال لا تنافق، لا قال لك رقاش روايه وعندك حق طالك شرع عن الباطل. قد رقاش يغيروا بيدو وذاك حد عنده السلطه واحنا ما عندنا، قد رقاش يغيروا بلسانه ثم نعدلوها نحن اللي ما عندنا السلطه والبلد مالنا فيه ولانا خايفين نحبسه. ولا قاش في موريتانيا ما يقدر يغير المنكر بلسانه، قد يغير بقلبه والقلوب والافئده ذاك فيها ما يقدر يشوفه كم مولانا على انك انت ما يقدر يحبسوك على نيته. في نظام الفضائح ما يقدر يشق صدرك لين يشوف اذا كان في عز التصرفات والله ما يجي. يا غير يا خويا عاد عندك زرع على فيسبوك سلكها من النفاق، طهر لسانك من النفاق من التطبيل والتزمير. هذا ملي سوق عقر ما ترى فيه فايده، قال الشعر الهندي ودقدق اعناق الايات والاحاديث ما ترى يسقي من ماي. اقبل خلاصك وحافظ على كرامتك وانكر المنكر في قلبه ولا تهاجر قاع. غير ملي لا تلاقي يخزوا بكم واحد يقول لك واحد انا امريكا ما فيش اوروبا ما فيش، انت داخل مجلس بصفك شنو؟ تريني نقلع منك تاخذ الكحل عليها امريكا يتكلم بصفك شنو؟ انت ما عندك بحوث، انت ما عندك روايه، انت ما عندك اي روايه داخل بها المجلس. ما هو انك عندك جنسيه امريكيه ولا عندك جنسيه فرنسيه. وعقب ذاك تشين للناس الهجره تقول لهم لا تهاجر. وانت ما انا كيف فهمهم انت تقد تعيش بكرامتك ببلدك اللي مجنسك وتم تقول الحق وقبلت الجنسية وعدت تجي تنافق في بلدك الأم وانتي في الريحة اللي فيه ومعاناة الناس ما تعنيك وتهرب وترجع شور بلدك الآخر هو تبرد ذي. اللهم إنا نعوذ بك من هذا وبذل. الله إن شاء الله يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين. الله إن شاء الله يفرج عن جميع المساجين ويفرج عن جميع المعتقلين ويفرج على أهاليهم وذويهم، وإن شاء الله يعطينا يعطيكم العافية ويدمر هذا اللي كسب كرات وذاك اللي يوكلوا من المال العام يجعلوا لهم امراض. الله ان شاء الله يعطيهم الجنقور ويعطيهم المحس، الله ان شاء الله يعطيهم بلوتو، الله يسلط عليهم الامراض كامله ما ظهر منها وما بطن. الين هذا اللي يوكلوا من الميزانيات ما يعالجهم ويلقاسوا اطباب المانيا واطباب امريكا واطباب اسبانيا واطباب كل بلاده ما يشو ما ما يزيد يمشي يصوب شنو هو، فانه القادر على ذلك. وتوفوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هاي دادي.